لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. معينة عنبة لو سمح. ايوه يا ريت. مين اللي قدم؟ مين اللي قدم ورق مزور؟ ومين اللي طلع مسجل خطر؟ القايمة كلها والله عشان بيخش عندي على المكتب. ايوه يا احمد. ايوه مسلم ما جابش ورق ومتعرف من التجنيد وسنه تجنيد. مسلم بس الوقت الوقت حلو. نسمع استاذ احمد. لا مش مهم الميكروفون. بسم الله ما شاء الله صوته جاي. عنبه جايب شهاده مزوره انه مقيد في مع التعاون ومؤجل تجنيده وهو مش مؤجل. شهاده مزوره. الكلام ده على مسؤوليتك. الورق موجود يا تامر. احنا بعتنا المستند للمعهد نسالهم المستند ده سليم ولا مش سليم. المعهد رد علينا وقال المستند مش سليم. نعم. فالمدربين شعبيين انا معايا اسماء كلهم لو حضرتك عايزهم. معهمش مقوم، معهمش كارنيه، بيعملوا فعل فاضح على المسرح اكتر من مدربين المهرجانات كتير. وده شغلنا على فكره. هو ده اكتر. واحنا محتاجين حبيبي اللي زيك والشباب الجميل اللي قاعد على النت بجد يبقى في تواصل بينكم وبين النقابه. اي حد بيشوف حاجه غلط يا ريت تبعتوها لنا. احنا نقدر نتعامل مع الجهات الرسميه واخد بالك ونقدر نتعامل معاهم بالظبط كده. حضرتك انا معايا الاسماء كلها. لكن تمام. يا ريت بعد اذنك يا استاذ سعد. بس زي ما انت كده يا استاذ. ايوه افتكرتها يا اولاد. شيل البيرو كرونش البو. ايوه يا استاذ. بص بس صح بس كرونش البو.